لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، لله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، لله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، أكبر، الله أكبر، لله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، لله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين، وكره الكافرون. الحمد لله. لا لا خلاص بقى. يا سيدنا سيدي محمد. كيف حالك؟ الحمد لله. تمام ما شاء الله. وعلى صحابي سيدنا محمد. وعلى أزواج صحابي سيدنا محمد. وعلى أزواج سيدنا محمد. وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله. تطلع في البي بي سي. أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. هذه هي صلاة العيد الثانية اللي أنا بصليها في مسجد الدار الطاهرة للمسلمين. صلاة العيد الأولى صليتها في مسجد أمانة معاذ إن شاء الله، ودي الصلاة الثانية بصليها في مسجد الدار الطاهرة للمسلمين اللي بدأنا فيه من 40 سنة، الإغاثة الإسلامية، عيد prayer at Muslim student house. My first prayer was my first Eid prayer was in معاذ، أمانة معاذ. And in this place in Muslim student house we started inshallah. Inshallah. We started here as I mentioned 40 years ago, and this was a church and we converted it into a mosque. هذا المكان كان في الماضي كنيسة وتحولت بإذن الله سبحانه وتعالى إلى مسجد، والآن يصلي فيه آلاف ومئات الآلاف كل عام من المسلمين إن شاء الله. وجزاكم الله خير إن شاء الله. والعيد صلاة العيد سنة، عيد prayer is سنة. I have done it in more than one mosque إن شاء الله إن شاء الله. So that's why
First khutbah would be in Arabic, second khutbah in English, sometime third khutbah in Urdu. الخطبة الأولى بتكون بالعربي والخطبة الثانية بتكون بالإنجليزي وساعات بيكون في خطبة بالأردو كذلك يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبروا كبروا في يوم العيد، كبروا كبروا في يوم العيد، كبروا كبروا في يوم العيد. اللهم اجعل هذا العيد عيدا على الأمة الإسلامية في كل مكان. Please pray for all the أمة of Muslims everywhere, in Syria, Yemen, Afghanistan, Pakistan, Sudan, Eritrea, Djibouti, Somalia, and Uyghur, the Muslims in Uyghur, the Muslims of Rohingya, Palestine, Gaza, Al-Quds, الخليل، رام الله، all these cities and all these countries who pray for them. Africa, the famine in Africa, in Somalia, in Ethiopia, in Kenya, all this area which is affected by the drought in Africa as well. Inshallah, we pray for them that they have the prisoners, the political prisoners, the detainees. وكذلك ندعو للسجناء والمعتقلين والمحاصرين وكل الناس في العالم، وندعو أيضا لغير المسلمين. And also we pray for the non-Muslims that Allah سبحانه وتعالى will give them the guidance so to join us إن شاء الله. And if they don't join us, we keep praying for them. حتى غير المسلمين لو لم يريدوا أن يلتحقوا بنا إن شاء الله ندعو لهم بالرحمة والخير والمغفرة وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم. Even if the non-Muslims don't want to join us, and we keep praying for them that Allah إن شاء الله will give them the full guidance so they'll be able to save themselves and save their families in the days to come. The day of Eid is the day of celebration. يوم العيد هو يوم الاحتفال. The day of happiness and joy. يوم الفرح. The day of Eid is the day that you bring for happiness and joy and tranquility to your family and your neighbors. هو اليوم اللي احنا ممكن نأتي به بالفرح والسرور والحبور لأبنائنا وزوجاتنا وأسرنا وجيراننا، بغض النظر عن إن هؤلاء الجيران مسلمين أم غير مسلمين. والأماكن اكتظت فبيفضوا القاعات وعدوا إيه أماكن أخرى إن شاء الله. So this is the day that the Prophet صلى الله عليه وسلم saw the people who come from الحبشة dancing day, and he allowed them to dance and sing, and was asking, bringing Hazrat Aisha to see them, and they said it is a time that to bring happiness to our community. سمح لهم انهم يرقصوا ويغنوا يوم العيد، واتى بالسيدة عائشة لتشاهد هذا المنظر الجميل البديع. ساعة وساعة يوم العيد يوم فرح وسرور. The day of Eid is a day of happiness, joy, and family bonding, community bonding. يوم فرح وحبور لأننا نأتي به لأسرنا، لجيراننا، لأهالينا، لأمتنا المسلمة وغير المسلمة. عيد مبارك، عيد مبارك. كما قلت من قبل، لا تنسوا القضايا المنسية، قضايا البوسنة، قضايا كوسوفا، قضايا أريتريا، قضايا اليوغور، اليوغور، الروهينجا، كشمير، 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 وقضايا المسلمين في الهند، المسلمين في الهند أذلك. كل هذه الأشياء. Don't forget on this day of Eid the hidden or the forgotten crises
of Eritrea, of Rohingya, of Uyghur in China, of Kashmir, of the Muslims in India, and of the Palestinians, and of the people, the forgotten crisis in different parts of the world, which people don't talk about them. Please, 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 teach your children, teach your children, teach your children the right history, not the wrong history, the history of the Ummah, the history of Islam, the history of the civilization. الرجاء انكم تعلموا اولادكم في يوم العيد تاريخ صح، تاريخ الامه، تاريخ المجد، تاريخ الحضاره، تاريخ الانسانيه، ليس التاريخ المغلوط اللي هم بيعلموه لنا بيعلموه لاولادنا. لا تنسوا هذا، لان التاريخ جزء من صناعه المستقبل. Don't forget this because history is a part of the time being, which is the present, then a part of the future that we are going to make together to save humanity. التاريخ هو جزء من الحاضر وجزء كبير وقاعدة من صناعة المستقبل الذي نريد أن نرسمه للأجيال القادمة في هذه الأيام المباركة. عيدكم مبارك جميعا، عيدكم مبارك جميعا، عيدكم مبارك جميعا. وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء الإخوة المتقاتلين في السودان يكفوا عن قتالهم، ويكفوا عن القتل، ويكفوا عن سفك الدماء، ويكفوا عن الدمار. يعني كان هناك حديث صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمين بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. I'm reminding those brothers in Sudan to stop fighting one another, to stop killing one another, to stop destroying their community and their society, and reminding them that the Prophet ﷺ hadith who said, if the Muslims are meeting one another, raising their swords on the face of one another, the killed ones and the killer, both of them will be in hellfire. وَالْعِيَادُ بِاللَّهِ وَالْعِيَادُ بِاللَّهِ. Bring happiness and joy to Sudan. We love Sudan. We always love Sudan and will be loving Sudan forever as one Sudan. هنحب السودان وبنحب السودان وسنظل نحب السودان للأبد. واحذروا من هذه الصراعات التي قد تؤدي إلى تقسيم السودان. And be careful of such conflict, armed conflict, which might lead to the division of Sudan. Inshallah, we don't want many Sudan. We only want one Sudan. We only want one Sudan. We only want one Sudan, and Sudan will be one, inshallah. And they will be standing behind that, all of us, on the day of Eid. Please stop fighting in Sudan. And all of you should pray with me: stop fighting in Sudan. Stop fighting in Sudan. Stop fighting there. كلنا لابد أن نقف وقفة رجل واحد ونقول للمتحاربين في السودان: كفى 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 قتال، كفى قتال، كفى قتال. السودان لنا جميعا، والسودان ستظل الأمة جميعا، وسنسلم العالم الإسلامي والعالم جميعا إن شاء الله. As you can see, the chanting is full of praise to the Prophet صلى الله عليه وسلم and to the history of Islam. Please, 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 go home after prayer and draw the smile on the faces of your children, draw the smiles on the faces of your parents, draw the smile on the face of your neighbor, draw the smile on the faces even of the people that you have differences with. أتمنى أنكم تروحوا بيوتكم لكي ترسموا البسمات على وجوه أولادكم وزوجاتكم وآبائكم وأمهاتكم وأقاربكم وجيرانكم، حتى من كنا نظن أنهم أعدائنا. لابد أن ننهي هذه العدوات من أجل إنسانية سعيدة هانئة. Let us end all this animosity for the sake of humanity. A tranquil humanity, a safe humanity, a peaceful humanity, inshallah. إنسانية سعيدة مستقرة آمنة هانئة. وأذكركم وأذكر نفسي بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. الآن سيبدأوا في الصلاة إن شاء الله.
وعلي أن أكف عن الكلام. Now they're going to start prayer and I have to stop talking because I have a very strong voice and I will disturb them. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.